مرحبا، اليوم الفيديو راح احكي فيه عن فستان ابيض وذهبي او ازرق واسود. ازرق واسود او ابيض وذهبي، الكل اختلف على هالفستان، من نجوم هوليود لمشاهير العالم، لمشاهير العرب، لمشاهير الانستغرام، للناس العاديين، للرياضيين، كله دخل بهالتساؤل الكبير، شو لون هالفستان؟ ناس بتقول أزرق وأسود وناس بتقول ذهبي وأبيض. قبل ما أحكي أي شيء عن الفستان بدي إياكم تروحوا تشوفوه وتحددوا لونه. خلي عيونكم تخبركم شو اللون اللي عم تشوفه. بعد ما شفتوه هلأ رح أشرح لكم شو قصة الفستان اللي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فيه، وأنا شخصياً احترت جبته عند عيلتي وقعدت وعم لف عليهم واحد واحد، وكل واحد عم يعطيني لون شكل. ممكن انتو هلأ عم تشوفوا الفيديو ناس فيكم يكونوا هيك وناس فيكم يكونوا هيك، وفي ناس بالنص عم يشوفوا ألوان كتير غريبة مش موجودة أبدا. يعني أنا بس قرأت التعليقات شفت في عالم عم يشوفوا باللون البينك والأخضر، ما بعرف من وين. أختي شخصيا عم تشوفوا باللون البربل اللي هو البنفسجي، وباللون البيج. أمي عم بتشوفوا الذهبي والأبيض، سو أنا عم شوفوا شخصيا بالأزرق والأسود. سو شو قصة هالفستان اللي شغل مواقع التواصل الاجتماعي وكل أخبار العالم، من أخبار هوليود لأخبار الوطن العربي؟ شو قصته؟ لبنت اسكتلندية اسمها كاتلين ماكنن I think نشرت صورة للفستان وقالت شو لون هالفستان الحقيقي اللي هي اشترته طبعا. وبعدين العالم كلها تجادلت، بلشت من عند رفقاتها اللي كمان تجادلوا بيناتهم وقالوا ناس بتقول هيك وناس بتقول هيك، واختلفت الآراء. بعدين تطور الموضوع وصار هالفستان مشهور على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل لمشاهير هوليود، ومثل الفنانة تايلور سويفت اللي علقت وقالت أنا مش عم بفهم شو عم يصير، عن جد هالشي كتير بخوف، أنا عم شوفه باللون الأزرق والأسود. وردوا عليها كمان المعلقين والفانز تبعولا، وكتير صارت التعليقات وطال الجدل. هلأ للون الحقيقي اللي عم يسأل، اللون الحقيقي هو أزرق وأسود، وهي البنت نفسها أكدت هالشي، وكمان مصممة الأزياء اللي صممته كمان أكدت هالشي ونشرت هالشي بالأخبار. سو لونه أزرق وأسود، بس في عالم كتير عم بيشوفوه باللون الأبيض والذهبي أو ألوان أخرى. اللي عم يتسألوا ليش إذا هو لونه أسود وأزرق ليش نحن عم نشوفه بغير ألوان، العلماء حكوا، كتير من العلماء حكوا وقالوا إنه هذه ظاهرة كتير نادرة، وهذا الشيء بيصير من انعكاس الالوان. يعني ممكن لون معين تشوفوه باضاءه معينه غير عن اذا كان باضاءه اقل او باضاءه اكثر. سو الاضاءه كتير بتلعب دور بالالوان، سو هذا هو السبب اللي بيخلي العالم اوقات تشوفه بغير الوان. وكمان شغله بتختص بالموجات الضوء وكيف العين بتشوفها وكيف الضوء بينعكس على عين الانسان ويشوفه بلون معين. سو هي بتعتمد على عين الانسان وعلى انعكاس الضوء والاضاءه، هيدا الشيء اهم شيء وهو الشيء الوحيد اللي بيأثر بلون الفستان. هذه هي قصه الفستان باختصار، انشهر كثير والعالم داخل فيه، وناس بتسميه الفستان المخيف، ناس بتسميه الفستان السحري، وناس بتسميه الفستان الغريب، وهو عن جد غريب. هذه الظاهره ما صارت بالعالم من قبل، وهذه اول مره بتصير. انا شخصيا بشوفه اسود وازرق مثل ما قلت لكم، وما بعرف اذا في حدا منكم بيشوفه بغير لون، خليه يكتب لي تحت بالكومنت شو الالوان اللي بتشوفوا فيها مشان نتجادل بهالموضوع. ويا بس هيدا هو الظاهره الفستان، حبيت احكي عنه. للي عم يسأل هذه قناتي، أنا يوتيوبر عربية اسمي نور، بحط مواضيع مختلفة عن كل شيء. سو تأكدوا أنكم تعملوا سبسكرايب للقناة وكمان لايك للفيديو، وفولو مي على الانستغرام اسمي نور ستارز 21. سو يا خلص الفيديو.